معايا ايضا عبر الهاتف الان واحد من نجوم كره القدم المصريه، واحد من اكتر الناس اللي ممكن تستمتعوا بيهم في تحليل كره القدم، الكابتن الكبير كابتن سامي الشيشيني. يا كابتن سامي، مشرف ومنور دايما، سعيد بتواجدك معايا. كريم، وحشت طبعا، تحياتي ليك ولكل مشاهدينك، وبشكرك على الكلام اللي انت بتقوله. يعني دايما 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 اقل من حقك. بدايه عايز اسالك عن نادي الزمالك وحجم الصفقات الكبير والكثير في التدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، رأيك فيها ايه بشكل عام؟ بص، طبعا هو بداية انا لازم احيي مجلس ادارة، لان كلنا كناس لعبت في نادي الزمالك وناس تنتمي لنادي الزمالك وجمهور، ما كناش متوقعين بشكل كبير ان القيد هيتفتح. فبداية انا بحييهم على بداية فتح القيد. صح. اما العدد فالعدد لعيبة مميزة كتير، بس في اماكن، انت عارف، اماكن تكاد تكون هم مكانين ثلاثة بيلعبوا فيهم كل اللعيبه دي. انت بتتكلم على تحت الفيرويد البلاي ميكرز، بتتكلم على ناحيه اليمين اثنين مهاب، وبتتكلم على محمد عاطف، زياد في نص، يعني اماكن معدوده. يعني في بعض الاماكن زي الباك مثلا، باك شمال، المهاجم، باك يمين، انت ما جبتش فيها حد. لكن هي لعيبه مميزه ولعيبه كويسه، وبعتقد ان شاء الله يفيدوا نادي الزمالك الفتره اللي جايه. صحيح، ان شاء الله. طيب، ده فيما يخص صفقات نادي الزمالك. وعايز اقول لك معلومه كمان يا كابتن سامي، اكيد هو انا عايز اتكلم برضه على جودتها. ايوه، طبقات كتيره جودتها، لكن موجود عبد الله، بتتكلم على ناصر ماهر، بتتكلم على زياد، بتتكلم على رجوع عصيف فاروق، بتتكلم على بتتكلم على محمد شحاته، بتتكلم على احمد حمدي، بتتكلم، لا في حتى انا عاطف اتفرجت عليه لما كنت ماسك سكه الحديث في الممتاز دي، مهاب بحلله، بتتكلم على ياسر حمد كموجود في المصري. لكن الجوده بتاع، في جوده في بعض اللعيبه وناس لسه انت مستني منها الفتره اللي جايه. عشان النقطه مهمه جدا يا كابتن سامي، عشان كل الناس، او مش كل الناس عفوا، يعني بعض الناس قالوا انه عبد الله السعيد هو الصفقه الوحيده اللي عملها الزمالك في موسم الانتقالات، والباقي مش لعيبه بجوده كبيره جدا. بس انت دلوقتي بتتكلم فنيا، وانا عارف ان انت تقريبا شايف ومذاكر كل اللعيبه دي، وعارف قد ايه امكانياتهم كبيره. الناس بتتكلم على عبد الله السعيد عشان طبعا الاسم الابرز في الصفقات، ولكن باقي اللعيبه كويسه. لا بص، انا شفت زياد كويس قوي، كان في انبي وراح لمصر فتره وبعدين رجع انبي تاني. لعيب مميز، لعيب قوي، شاسيه زي ما بيقولوا، ومهاري. صحيح، ده صفقه كويسه، لكن الصفقه نفسها، العقد نفسه انا مش فاهمه. يعني انا بالنسبه لي مش فاهم يعني ايه 6 شهور اعاره، وبعدين تاخده بمبلغ، وبعدين سنه ثانيه بمبلغ، وسنه ثالثه بمبلغ، وتباع بعد الاولى تاخد نسبه. انا عقد مش، لكن هو كلاعب، لا لعيب كويس. صحيح، بتتكلم على ناصر ماهر، انا اتمنيت كتير يبقى موجود في نادي الزمالك. صحيح، عبد الله انا من الناس اللي كان في بيني وبينه كلام ان كان هيجي فتره فترات وانا موجود لما كنت مع كارترون. صحيح، بتتكلم على احمد حمدي طول عمره مميز في النادي الاهلي، ولما راح الجونه وبعدين سافر بره. صحيح، في الدوري السنه دي احنا بقى لنا فتره ما شفناهوش. صحيح، لكن الخامه نفسها معروف انه لعيب كويس. صحيح، محمد شحاته بيلعب منتخب اولمبي، فاهمني، وراجل بيلعب 8 وبيلعب تحت الفيرويد. محمد عاطف على فكره نوعيه زي مصطفى فتحي، لعيب كويس قوي وحريف ومهاري، ولعبت قصاده في طنطا. مشكلته بس الحته التكتيكيه. مهاب بيلعب تحت الفيرويد، لعيب مهاري، كان بيلعب في النجوم وراح الانبي، ما لعبش في انبي، راح الداخليه لعب الماتشات. برضه اللعيبه دي لازم تطور ادائها. صحيح، وفي بعض اللعيبه اماكن لازم يتغير لها مكانها. انت النهارده عندك اوباما بيلعب بلاي ميكر، اكيد هتدخله في الفيرويد. صحيح، واحد زي زيزو بتلعبه 8 تحت الفيرويد، ممكن توديه ناحيه اليمين ينافس المجموعه الموجوده، او شمال نضاي ممكن توديه لك شمال. يعني في لعيبه هتغير لها اماكنها لازم غصب عنك. صحيح، بحجم اللعيبه اللي موجوده عشان تعمل فرقه تقيله. صحيح، كابتن الكبير كابتن سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا. تقييم مهم جدا لصفقات نادي الزمالك، وحلو انك تسمعه من الكابتن الكبير كابتن سامي الشيشيني، عشان دايما كلامه منطقي كده وفي تحليل واضح ويتفهم. يعني